السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دام الله عليكم الصحة والعافية. عندنا الفقرة الثانية هيكون ضيفنا الأستاذ مصطفى هلش الناقد الرياضي والكاتب. كورونا تهدد المنتخب، إصابة محمد النني لاعب المنتخب المصري والأرسنال الإنجليزي بإصابة بكورونا بعد إصابة محمد صلاح. بيان لنادي الزمالك يستغرب من مواعيد لجان التفتيش القضائي بالنادي. تأهل منتخبي السنغال والجزائر لنهائيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون. فاصل ثم نعود وضيفنا الأستاذ مصطفى هلش. رجعنا لكم تاني طبعا بعد الفاصل، هيكون معنا الناقد الرياضي الأستاذ مصطفى هلش. أستاذ مصطفى أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن محمود، صباح الخير عليك وتحياتي ليك وللسادة المشاهدين. منور الدنيا يا أستاذ مصطفى. الله يخليك. أستاذ مصطفى طبعا نتكلم بقى عن منتخب مصر وننتقل للنادي الأهلي والزمالك مباراة القرن يعني. كيف ترى أداء منتخب مصر في مباراة توجو؟ والله أنا شايف إن الكابتن حسام البدري بيدفع فاتورة مجاملته للجنة الخماسية بالموافقة على عدم لعبه في فترة التوقف الدولي اللي فاتت. الفريق باين إنه متفكك ومفيش انسجام أو هارموني ما بين اللعيبة. فترة غياب طويلة، كان آخر مباراة من سنة بالظبط 18-11 قدام جزر القمر، المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي هناك في جزر القمر. فحسام البدري قدامه النهارده مباراة لازم ياخد 3 نقط عشان يبدأ يرجع تاني في المجموعة، يبقى ليه فرص وتأهل لنهائيات أمم أفريقيا يعني في الكاميرون. أنت هل أنت شايف إن في تربص لكابتن حسام البدري كمدير فني للمنتخب المصري؟ والله اعتقد ان في نسبه من التربص، لان حسام البدري سماته الشخصيه ممكن تسبب مشاكل. يعني هو يبان ان هو في سماته الشخصيه انه دايما يعني حاد الطباع شويه، يعني على طول في تكشيره في وشه. ده غير طبعا ان هو انتقاله للبيراميدز كان عمل مشكله مع جماهير الاهلي برضو، لعب رمضان صبحي واستدعاه للمنتخب ولعب مباراه توجو الاخيره، بتسبب عليه ضغط؟ بتسبب عليه ضغط وبتسبب ان في تربص فيه. يعني حتى الحادثه بتاعت الباسبور بتاع طارق مصطفى والمشكله الاداريه اللي حصلت، فتحس ان حتى في يعني في مشكله يعني بيزودوا المشاكل. فنتمنى ان شاء الله ان الدنيا تهدى شويه على حسام البدري يعني. لا بس انت شايف كابتن حسام البدري كوجوده في كمدير فني المنتخب هو في الترشيحات كان الكابتن حسام حسن وكابتن ايهاب جلال في بدايه الترشيحات. من وجهه نظر كان رغم ان مش هو خلاص هو كل مش ده خلاص الوقت طبعا كل الدعم طبعا للكابتن حسام البدري. ان شاء الله نوصل لنهائي افريقيا وده طبيعي يعني في مجموعه تتمنى انها سهله نسبيا يعني، فان شاء الله يكون التاهل من نصيبنا كمركز اول طبعا عشان التصنيف. تمام. طب فرص المنتخب في يعني في فوز جزر القمر على كينيا امبارح ده ادى فرصه كبيره قوي لمصر وجزر القمر في التاهل والمرور للنهائيات، زادت فرص مصر. ان شاء الله مصر تفنش اول في المجموعه يعني. اداء المباراه اللي فاتت مع توجو انت شايف من وجهه نظرك ازاي يعني كاداء المنتخب، هل مبشر؟ هو احنا زي ما اتكلمنا ان ما كانش في انسجام وفي تجانس مع الفريق يعني. زي ما انت شايف ان مصر حتى من يعني اخر فوز ليها كان على اوغندا في امم افريقيا في مصر 2019، الكلام ده من 500 يوم. هل المنتخب ليه عذر ان عدم وجود محمد صلاح في كذا مباراه؟ ما هو احنا فكره ان منتخب مصر هو القائم على محمد صلاح. ايوه ما هو اعذرني انا اسف يعني، المنتخب الفتره اللي فاتت كلها كان ماشي على طريقه لمحمد صلاح اللي هي الطريقه الهجوميه او اللعب كله على محمد صلاح. صحيح. فعدم وجود محمد صلاح هل شايف مؤثر على المنتخب؟ محمد صلاح لعيب عالمي فاكيد هو تاثير له واضح، تاثير طبعا غيابه عن المنتخب. لكن ان شاء الله النهارده المنتخب في لومي قادر ان هو يعوض النتيجه يعني. هو فاز، هو احنا كسبنا ماتش توجو لكن كان الاداء مش بالشكل الانسب يعني. ان شاء الله النهارده يبقى الاداء افضل وناخد 6 نقط من توجو، هتفرق معانا جدا ان شاء الله باذن الله. اصابه محمد النني بكورونا هل برضو هيأثر على المنتخب في المباراه؟ هيأثر نفسيا على المنتخب لان طبعا في لعيبه مخالطه لمحمد النني، فان شاء الله تمر على خير ان شاء الله يعني. محمد النني ان شاء الله راجع في الطياره بكره مع المنتخب، هيبقى لابس بدله عزل وهيبقى موجود في ركن في الطياره، فان شاء الله يعني ظرف طارئ العالم كله يعني. لويس سواريز لسه مصاب امبارح بكورونا فده طبيعي يعني، في مشاكل يعني. انت شايف وجود المنتخب يعني وجود كهربا في المنتخب الفتره دي مهم من وجهه نظرك؟ مالناش دعوه باللي حصل يعني، بنتكلم دلوقتي لمصلحه المنتخب. والله هو لما اتسال حسام البدري على موضوع يعني استبعاده الكهرباء قال ان الاستبعاد مساله فنيه ملهاش علاقه مثلا بالمشاكل اللي كانت بتحصل او التربص اللي بيحصل مع كهرباء. لكن المنتخب محتاج لاداء كهرباء. هو والله هو في احمد سيد زيزو، في تريزيجيه، في رمضان صبحي ممكن يلعبوا المنطقه بتاعت اللي هي بتاعت كهرباء يعني.
طب هننتقل مصطفى بقى لمباراه القرن الاهلي والزمالك، انت شايف من وجهه نظرك الاقرب من وجهه نظرك الاهلي ولا الزمالك؟ الاقرب للتتويج تقصد يعني؟ اه بالظبط. بص هو طبعا انت قلت نهائي القرن ده مصطلح مظبوط جدا، لان دي اول مباراه في نهائي دوري الابطال تكون من فريقين من نفس البلد. ما حصلتش من بدايه البطوله حتى في الستينات، ما حصلش ان في فريقين لعبوا بعض من نفس الدوله. يعني الاهلي والزمالك طبعا اكبر انديه تعتبر في مصر والشرق الاوسط، فدي يعني مباراه تبقى واجهه لينا وتبقى حاجه بقى تصدر صوره ايجابيه عن مصر ان شاء الله. نرجو منهم الالتزام بالظبط بالظبط والالتزام طبعا بمبادره اشرف بيه صبحي وزير الرياضه بنبذ التعصب مهم حتى جدا، طبعا مهم مجلس يا مصطفى، طبعا مهم جدا. اكيد اكيد اكيد، وده انت شايفه حتى في القنوات دلوقتي. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام الاستاذ كرم جبر عامل زي هدنه دلوقتي ان بدات القنوات تبدا تهدي اللعب شويه علشان نعدي من المباراه. حاسين بهدوء الفترة دي الحمد اكيد لله، ويا رب اكيد يدوم هذا الأمر ان شاء والهدوء الله، دايما. نتمنى ان شاء الله. بالظبط. طب أستاذ مصطفى، من وجهة نظرك نقاط القوة والضعف بالنسبة للفريقين، يعني ما الطريقة الهجومية بالنسبة للنادي، مين أقوى جبهة في النادي الأهلي ومين أقوى جبهة في نادي الزمالك، ونقاط الضعف في النادي الأهلي ونقاط الضعف في نادي الزمالك؟ احنا لو اتكلمنا فنيا عن الاهلي والزمالك حاليا، يعني شكل الاهلي اتغير مع موسيماني، بدأ يلعب اللي هو الكرة اللي هي على طول اللي هي كان الاجري الجولين. اختياره من قبل مجلس الإدارة كان سليم؟ هو تجربة جديدة على الكرة المصرية ان يعني يبقى فيه كانت مدرب مبشرة بالنجاح؟ موسيماني مدرب كبير وعامل تاريخ ومتوج مع سان داونز في 2016 بدوري الابطال، ف تجربة يعني هو حتى المباراة اللي لعبها موسيماني في باين ليه ظاهرة يعني إيجابية، إيجابيات في لعبه مع الأهلي. يعني مين أقوى، علي معلول ولا بن شرقي؟ تقصد تأثير علي معلول أو تأثير أشرف بن يعني شرقي في الملعب؟ يعني بالظبط. هو أشرف بن شرقي تأثيره أقوى في المباريات الكبيرة، يعني نقول علي معلول مشكلته في المساحات اللي بيخليها في ظهره، دي بتدي فرص للعيبة إنها بتلعب في ظهره زي ما حصل مثلا في ماتش تونس في كاس العالم مع بلجيكا. يعني فكان هو زي ما هو نقطه ايجابيه في كهجوميا، فهو نقطه ضعف دفاعي. حسم نادي الزمالك المباريات الفتره الاخيره كلها بسبب المهارات الفرديه بالنسبه للاعبين، هل انت شايف في تفوق بالنسبه للمهارات مش الفرديه بس لنادي مهارات الزمالك؟ لعيبه، كمان التزام باتشيكو بالخطه الدفاعيه اللي بيلعب بيها، المرونه في تغيير المراكز ما بين انت شايف هل احمد زيزو واشرف بن شرقي، كثره المهاره الزائده في اللاعبين، انت شايف ان هو دي مش حاجه سلبيه، دي حاجه ايجابيه. ايجابيه من قصدي، عشان هو ده اللي بيخلي الزمالك نادي ما دي الزمالك حلول يقدر. بقى، دي حلول حلو. لما الملعب بيقفل معاك، دي حلول فرديه دي بتطلعها لعيب مهاري انه يبدا يحل لك المشاكل البسيطه، زي ما زيزو لما فات ولعب الكره لبن شرقي في ماتش كازابلانكا، فدي كانت حل قوي وخلاك مين تكسب ماتش. امهر، لعيب الزمالك ولا لعيب من اكتر لاعبين؟ هو تاريخيا معروف ان لعيبه الزمالك بتميل للاداء الاستعراضي، حتى موسيماني دلوقتي هو بيلعب الكره انه بيطلع يبني الكره من ورا، بيبدا بالباص الكتير يبدا يوصل للمرمى. يعني لماذا رأى الجميع بأن الزمالك هو يتوج بالبطولة؟ يعني الجميع بيقول أن الزمالك الأقرب، يعني من وجهة نظر بعض الناس دي خطة بقى موسيماني، هو تملي كان بيعمل الحركة دي على طول، دي ده ستايل موسيماني ان هو بيدي الطمأنينة والثقة للفريق التاني، زي ما عمل مع صن داونز مباراة صن داونز والزمالك وبعد كده صن داونز والأهلي. هو تمام. بيحاول يعني زي ما تقول يخدر كده الفريق اللي هو بيلعبه. يعني انت شايف ان هو خبراته في البطولات الافريقيه بتبقى كبيره فهتساعد النادي الاهلي ممكن بتتويج؟ خبرات موسيماني طبعا اكبر في البطولات الافريقيه، خصوصا ان هو توج باللقب قبل كده. يعني لكن باتشيكو هو مدرب يعني محنك، يعني يقدر يجاري المباراه مع موسيماني ان شاء الله. رايك في مواعيد مباريات كاس مصر؟ مباراه المواعيد ما فيش فيها مشاكل ان شاء الله، هو النهائي حتى 5/12، فده ممكن نشوف مباراه اهلي وزمالك تاني يوم 5/12 لو في حاله التاهل. يعني النهائي هيبقى نهائي دوري الابطال 27 ونهائي كاس مصر 5/12، لكن هو الغريب الملاعب مش المواعيد، ان مثلا نادي اف سي مصر والزمالك الاثنين من القاهره فيروح يلعبهم في السويس. تمام. فده كانت حاجه يعني مستغربه شويه، بحيث ان ابو قير اسمده من اسكندريه والاهلي هيلعب في اسكندريه. رمضان صبحي انت شايف هيأثر في النادي الاهلي ولا انت شايف ان في بدائل موجوده في النادي الاهلي تعوض غياب؟ بص عايز اقول لك ان رمضان صبحي كانت من اللعيبه اللي عندها خبره في الملعب وكان في شخصيه، يعني بعد عبد الله السعيد ما انتقل لبيراميدز كان رمضان صبحي هو اللي لسه اللي فيه ريحه الاهلي واحمد فتحي، فغيابهم عن فريق الاهلي ده هيبان بقى في المباراه الثانيه. حتى رمضان صبحي لما لعب مباراه توجو هو كان غايب فتره طويله، ليه شخصيه في الملعب، يعني هو حتى الربع ساعه اللي لعبها
لعب وكان انتقال اجاد طبعا طبعا. انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، هيضيف لبيراميدز وهيضيف لنفسه رمضان صبحي، ولا هيضيف لبيراميدز بس ثم حياته المستقبليه؟ هيضيف للاثنين. هو لما قال ان هو رايح علشان البطولات والطموح، طب ما هو بيراميدز كان بيلعب النهائي في الكونفدراليه مع نهضة بركان، ويعني التوفيق ما كانش معاه، وكان كمان كان في اخطاء من التحكيم. فبيراميدز محطوط على الخريطه ان هو ان شاء الله يبقى فريق واعد ويقدر يحقق بطولات، مش بس ان هو يعني هيلعب على مركز ثالث او كده. ما هي اهم صفات باتشيكو في طريقه لعبه؟ يعني من الافضل من وجهه نظرك في يعني مثلا في عندك بن شرقي، بن شرقي انت شايف ان هو مثلا وجوده ضد النادي بص، الاهلي هيسبب قلق؟ هو الميزه في الزمالك ان هو عنده عمود فقري في الفرقه، يعني الونش بيمر بحاله فنيه عاليه بالظبط. جدا. يعني لو نفتكر كان في فيديو شهير، يعني لعيبه الاهلي كان باسم علي اعتقد وكريم نيدفيد، كانوا يعني بيسخروا من طريقه اداء لا الونش، هو ان كان هو كان عنده في تهور تهور او شويه. بتهور هو بالظبط. دلوقتي الونش بدا يهدى، الونش دلوقتي من يعتبر من احسن المدافعين في مصر وفي افريقيا، يعني حتى هو حل لك المشكله في مباراه بس يوجو. هي كتر الخبرات واللعب هو اللي بيجيب ال طبعا هو الاستمراريه في اللعب بيجيب لك بيجيب الفورمه، تمام. ده طبيعي. وطارق حامد وفرجاني ساسي في نص الملعب، والاطراف بقى بتاعت الزمالك اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو مين الأقوى؟ ومصطفى محمد. طريقة لعب عمرو سولية وطبعا طارق حامد مختلفين عن بعض، ده بيقوم ما هو اصل عمرو السولية بيلعب ستة، تمام، بيلعب تمانية، سوري، طارق حامد بيلعب ستة، فده ليه واجبات وده ليه واجبات. انت لو عايز تقارن هتقارن ما بين طارق حامد وبين اليو ديانج، واليو ديانج بيمر بحاله فنيه وبدنيه عاليه جدا، يعني من اللعيبه المؤثره في فرقه الاهلي، واللي في شخصيه، لاعب مواصفات اوروبيه بصراحه. منتخب مصر انت شايف من وجهة نظرك في حالة نجاح كابتن حسام البدري، هل انت شايف ان هيكون في تطور فترة جاية، ولا انت شايف نظام المنتخب ما بيتغيرش من حيث اللاعبين؟ والله مع زي ما انت قلت، مع الاستمراريه في المباريات ومبقاش في يعني فتره تباعد ما بين المباريات، ان شاء الله المنتخب يجيب فورمه. وكده كده محمد صلاح راجع ان شاء الله، النني بعد ان شاء الله ما يتم طب شفاؤه. امتى يا استاذ مصطفى هنتخلى عن طريقة محمد صلاح مع المنتخب من وجهة نظرك؟ ما يعني احنا بنشوف احنا اداء لغايه المنتخب. دلوقتي احنا كنا بنتفرج على خفير اجيري، النسخه بتاعت خفير اجيري مع صلاح، ما شفناش حسام بدري مع محمد صلاح. محمد صلاح ما هل لعبش انت شايف ان مع عدم حسام بدري. ما انا شايف برضو ان الظروف مش بيساعدك كابتن حسام بدري، يعني بص، هو لازم زي ما قلت لك في البدايه ان الاعلام نفسه والجمهور اللي في الشارع يهدى على حسام بدري شويه، نبدا نشيل بقى الانتماءات او نشيل حاله التربو زي ما انت سالت. لان في نقطه مصورة، الناس متصوره ان حسام بدري لا قدر الله في يعني في حاله فشله في حد هيكون ليه ده هو دلوقتي في ناس بترشح اسماء، يعني هو دلوقتي لسه ما لعبش. ده هو ما ده سنه، يعني ماتش جزر القمر ده كان في شهر 11 السنه اللي فاتت، ماتش توجو اللي فات، والنهارده ده احنا في سنه، وناس دلوقتي ما يلعبش غير ماتش واحد، والناس بتبدا ترشح اسماء بديله لحسام البدري. فاحنا لازم نهدى شويه، خلاص احنا قدامنا الدعم كله لحسام البدري، ان شاء الله اللعيبه تجيب فورمه المباريات والنتائج كده كده هتيجي. يعني انت متخيل ان افريقيا بدات فيها انديه ومنتخبات بقى ليها شكل وسمعه تعمل نتائج. جنوب السودان امبارح بيكسب اول فوز ليه، جنوب السودان ده لسه متاسس اصلا. تمام. هل انت شايف ان انضمام لاعبي منتخب مصر عن طريق الكفاءه، ولا فيها بعض الحاجات البسيطه كده اللي طب يعني انت شايف مين مثلا ما انضمش، او عشان يبقى السؤال اوضح شويه. بص، تمام هو يعني حسام البدري مش من النوع اللي بيحابي او بيجامل حد على حساب حد. يعني تمام. لو انت تقصد انضمام رمضان صبحي، فرمضان صبحي لعب وادى، استبعاد كهربا، لو بتتكلم على استبعاد كهربا ما كانش مؤثر مع الاهلي، كهربا ما تمام. كانش مؤثر مع الاهلي في مباراه السوبر المحلي لو تفتكر، اللي كانت في الامارات. كهربا مجرد نزوله للملعب الزمالك هو اللي مسك اللعب، عمل تانشن في اللعيبه، بدات حاله زي هرج ومرج، الفريق الاهلي فك نفسه. يعني هل مصطفى محمد شبيه لعمرو زكي ونفس الامكانيات بتاعت عمرو زكي، ولا انت شايف في اختلاف في بعض هو الطرق كبنيه جسديه جسمانيه؟ وكفيزيكال يعني هو طبعا شبيه لعمرو زكي، لكن هو في ادائه اكتر شبيه لجمال عبد الحميد، خصوصا ضربات الراس. يعني بس لكن عنده المهاره كانت اقوى من عمرو زكي. مصطفى محمد احنا مش عايزين نضخمه قوي، لكن الراجل يستاهل يعني. بس هو دلوقتي هو يعني انت لو شفت ان احنا طبعا بقالنا فتره طويله بنعاني ان ما عندناش مهاجم رقم 9، مصطفى محمد دلوقتي هو بيلعب لك رقم 9 زي ما الكتاب ما بيقول طب بالظبط. يعني هل تضخيم الاعلام والكلام الكتير من وجهه نظر كل الناس ان مصطفى محمد مهاجم مصر الاول، هل ده ممكن ياثر في شخصيته وياثر على هو مستواه؟ لغايه دلوقتي احنا ما شفناش كده، ما انا هو لغايه دلوقتي ان هو بيأدي. بس انت يا مصطفى نسيت ان كان في عندنا عمرو جمال كان قايم بنفس الدور ده، وعندنا صحيح، باسم مرسي وكان اقوى وطالعين بقى اقوى، ولكن لقينا الكيرف بينزل. فانت شايف ان وهذا بقى الاعلام بيرجع للشخصيه بتاعت اللاعب نفسه،
نرجع لشخصية اللاعب نفسه. مصطفى محمد بيختلف في الشخصية من وجهة نظرك؟ والله هو لسه، هو فكرة برضو ان هو حاط الاحتراف في دماغه دي تبدأ تقلق منها شوية. طب لو هو لو عايز يمشي، يعني احتمال يمشي في شهر 2 مع فتح القيد اللي انت شايف من وجهة نظرك ده هيكون افضل ليه ولا الافضل ليه انه يستنى الاولمبياد. بعد الاولمبياد هيبقى ينتظر؟ طبعا الاولمبياد فاترينا للعيب، طبعا هيجي له عرض اكبر، والسماسرة بتبقى محاضرة، بتبقى مدير فني حاضرين، فهيبقى فرصته في الانتقال لنادي كبير، النادي كبير بتبقى اكبر بكتير. هل انت شايف ان اللعيبه المصريين بدات تنجح بره في اوروبا عكس الفتره اللي فاتت دي كلها؟ احنا بقى لنا اسم دلوقتي في اوروبا، محمد صلاح عمل اسم للعيب العربي مش بس للعيب المصري. اللعيب العربي دلوقتي بقى مطلوب. هل رياض بسبب محرز، سعيد امكانياته؟ بن طب رحمه، مصطفى، هل بسبب امكانياته ولا بسبب عقليته؟ الاثنين. ما هو انت لو اتكلمت على عمرو زكي، عمرو زكي لما انتقل للدوري الانجليزي قدم مستوى هايل، موسم نص موسم الاولاني بمستوى هايل جدا، وكان جايب 10 اجوان وكان هداف الدوري الانجليزي في وقتها. يعني دي محمد صلاح عقلية بقى، دي غير عقلية. الفكر الاحترافي طبعا بالنسبه للمصريين. طبعا طبعا، وفتح باب كبير جدا للعيبه العرب واللعيبه المصريين ان هم ينتقلوا يلعبوا في منافسات اقوى. طبعا. طيب انا عايز انتقل معاك بقى لتريزيجيه. تريزيجيه انت شايفه واخد حقه اعلاميا؟ تريزيجيه كلاعب، كلاعب موهوب كامكانيات كموهبه، لا مش واخد حقه. المفروض ان هو ياخد حقه اكتر من كده بكتير. وكمان يعني هو، يعني انت لو تشوف هو بيلعب في استون فيلا او في الدوري التركي لما صاحب كان موجود، امكانيات كبيره قوي يا مصطفى. طبعا طبعا، بس هو مشكلته كانت في الفينش. انت تخيل ان مثلا تريزيجيه 4 جوان بس مع منتخب مصر، ما هو اي لعيب الونش جونين، ماشي. فالفينش يبدا، هو دلوقتي بدا يجيب الفينش بتاعه شويه، ففكره بس ان هو يختم قدام الجون دي هتنقل تريزيجيه نقله تانيه خالص. محمد صلاح انت شايف ان انتقاله لاي نادي تاني في الفتره دي او الموسم الجاي او في اي وقت من الاوقات انت شايف انه هيبقى صالح ليه، ولا انت شايف وجوده في ليفربول ده دلوقتي؟ هو محمد صلاح ايقونه في ليفربول، فرايي انا في وجهه نظري يعني لا، هو يستمر في ليفربول كمان موسم 2 3 مفيش مشاكل. عشان السن، انا بتكلم ليفربول على هو السن. ده بطل دوري ابطال اوروبا، بطل كاس العالم للانديه. ليفربول مش فريق صغير، هو عشان يروح مثلا ريال مدريد او برشلونه، طب ما هو ليفربول فريق كبير. مين الافضل، سياسي ولا عمرو سليه من وجهه نظرك؟ كامكانيات مالناش دعوه، ده طبعا كحاله حاله فنيه بدنيه وفنيه في الموسم كله عمرو السولية افضل، لكن رجوع ساسي بعد، خصوصا في مباراه الرجاء الاخيره بدا يفوق شويه، حتى يعني تلاقي عنده الجرينتا وعنده الروح بعد جون التعادل اللي جابه، تحس ان هو كان عليه حمل كده وجبل نفضه بالجون اللي جابه في ماتش الرجاء البيضاوي هدف التعادل. فساسي من اللعيبه اللي هي المزاجنجيه شويه، اللعيبه عدد الموديه، لكن ايوه. عمرو السولية خد بالك، عمرو السولية كان متوتر جدا في مباراة توجو الأخيرة، يعني يقال برضو إن في بعض جاي له عارض من أودينيزي، في بيفكر في الاحتراف، فكان في عصبية، وكان في يقال برضو إن في غرامة عليه كبيرة من النادي الأهلي طبعا، إن هو اتكلم على الموضوع الاحتراف وعايز يحترف وكده. مجدي قفشة لو يقارن بصالح جمعة من وجهة نظرك يا مصطفى، يعني صالح جمعة كمهارة من أفضل اللعيبة الموجودة في الساحة يعني، لكن طبعا كعقلية وكحالة بدنية صعبة جدا، حتى وزنه زايد، حتى يعني وزنه زايد جامد كمان. قفشه نفس الستايل عبد الله سعيد ولا بعيد؟ ولا بعيد عن عبد الله سعيد شويه؟ اخر 10 سنين او قول اخر 10 اخر 6 سنين مفيش لعيب في مصر زي عبد الله سعيد. محمد مجدي قفشه لاعب واعد، لكن انت عشان تلعب دلوقتي ان محمد مجدي قفشه يلعب على حساب عبد الله سعيد، ممكن يلعب النهارده، ممكن يبدا الشوط الثاني. لكن عبد الله سعيد ده حاجز حتى تراجع مستواه، يعني هو حتى ما قدمش في نهائي الكونفدراليه مع نقطة بركان او مباراه توجو اللي فاتت، كان غايب. لكن عبد الله السعيد يبقى لاعب مهم جدا يعني. مروان محسن ومصطفى محمد، امكانيات ده وامكانيات ده ونقاط الضعف ده ونقاط ده والاكفأ بالنسبه للمنتخب، وهل انت شايف في تحمل جامد هو جدا على مروان محسن؟ حسين البدري ما ضمش مروان محسن اصلا. تمام، فهو الكلام دلوقتي ان مصطفى محمد وكوكا ومعاهم حسام حسن سموحه. انا شايف ان رمضان ان مروان محسن بعيد شويه يعني، ذهنيا وجسديا يعني، حتى في يعني مباراه الزمالك، ولكن مباراه الدوري اداء المنتخب اثرت فيه جد، بس بقى ده اثرت فيه ايجابيه بقى، ان هو بدا يفوق، جاب ماتش الجونه قدم مباراه عاليه جدا، بدا يهدف، رجع لشخصيته شويه. لكن هي هو برضه لاعب مودي يعني، ممكن يدي لك ماتش واثنين ثلاثه. لا تمام، مباراه توجو النهارده يا استاذ مصطفى الساعه كام؟ الساعه 6؟ الساعه 6 4 بتوقيت توجو في لومي، 6 بتوقيت القاهره. عدم وجود محمد صلاح تاني، هنرجع للكلام والنني هيفرقوا برضو. احنا يعني لو اتكلمنا عن التشكيل المتوقع النهارده، وهيبدا محمد الشناوي، ايمن اشرف هيخش مكان
احمد ابو الفتوح، اثنين سيرد باكات زي ما هم الونش واحمد حجازي، تمام. باك يمين احمد توفيق هيلعب بطارق حامد. طب انا هقطعك في قبل ما نختم، احمد فتحي عدم وجوده انضمام للمنتخب، طبعا خساره كبيره، لكن هو كانت وجهه نظر كابتن حسام هل عشان البدري شرط ان هو القياده من وجهه نظرك؟ ده عامل مهم جدا على فكره، لكن هو يعني نقطه الشاره دي فيها كلام كتير، ودي ممكن تكون من اسباب استبعاد احمد فتحي، يعني استبعاده من المنتخب ممكن يكون بسبب الشاره، لانه اتكلم في موضوع الشاره كتير مع حسام البدري، لكن هو خساره فنيه كبيره جدا احمد فتحي، وخساره كمان للاهلي في النهائي بتاع افريقيا. احمد فتحي لاعب متكامل، لاعب خبره، لاعب بيقدر يديلك شخصيه في الملعب قويه جدا، تمام. هيعاني الاهلي في غيابه ان شاء مع انتقال بيراميدز يعني. ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني طبعا في ضد توجو، وان شاء الله الصعود لمنتخب مصر. ان شاء الله. استاذ مصطفى هيلج بشكرك شكرا جزيلا، اتشرفت بيك يا كابتن محمود، نورتنا استاذ شكرا مصطفى جزيلا، نورتنا. الله يخليك، شكرا جزيلا. طبعا حلقتنا خلصت، وان شاء الله التقيكم في الثلاثاء القادم ان شاء الله. السلام عليكم.